شو العلاقة بين شهر رمضان وطير الفينيكي؟ عربراني، ما بين العربي والعبراني، خليكم معنا. كما تعلمون أن شهر رمضان جاء تسميته من كلمة رمد والتي تدل على شدة الحور في هذا الوقت من السنة، وكذلك على عدة مفاهيم دينية ارتبطت بهذا الشهر مثل رمز الذنوب أو حرق الذنوب وتطهير المؤمنين بالصيام والأعمال الصالحة في هذه الفترة. أما في العبراني، في العبراني احنا بنعلم انه اقرب كلمه عبريه لكلمه رمضان بالمعنى والاصل هي كلمه رمت، يعني اخر الجمر او رماد الذي يبقى من الحريق. ربما ليس بالصدفه انه رماد في تقليد اليهودي واصلا في ثقافات اخرى ايضا كان يرتبط في العصر القديم في غفران الذنوب والطهاره بشكل عام. حتى هذه الايام هناك عادات وتقاليد مشابهه تتعلق بطهاره التراب والرماد مثل التيمم في الاسلام قبل الصلاه. وتقول بعض الدراسات أن هذه المعاني التي ارتبطت بالرماد والتراب في الأديان السماوية يمكن أن أصلها من مصر القديمة، أو تحديداً من أسطورة الطائر الفينيكي أو الفينيكس الذي يولد كل مرة مجدداً من رماد احتراق جسده. على كل حال، هما مكان أصله في جميع حال عالم شهر رمضان لا يقتصر اليوم على غفران الذنوب فحسب، بل أصبح فرصة اجتماعية لتعزيز العلاقات مع العائلة والعزاء لكلبكم وللأعمال الخيرية أيضاً. أتمنى لكم جميعاً صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً، وكل عام وأنتم بخير. رمضان كريم.